مرحبا بكم متابعينا. ملف تسفير الشباب نحو سوريا ملف كبير وخطير جدا، وسافر من خلاله العديد من الشباب التونسي نحو بؤر التوتر مثل سوريا وليبيا اللي وخسر العديد حياته من أجل هذا. لكن السؤال المطروح، زعما شكون وراء تسفير الشباب نحو سوريا أيامات اللي كان الوضع في تونس حرج للغاية؟ هذا اللي خلى بعض الأشخاص النافذين يستغلوا الفرصة حتى يسفروا الشباب التونسي نحو سوريا، وبالطبع اتقاضوا وراء هذا آلاف المليارات. كل أصابع الاتهام اتجهت نحو قيادة النهضة اللي كانت تحكم حينها. وهالأيامات صرح الأستاذ المحامي سامي الطريقي أنه تم إيقاف كل من مختار جبالي وفتح البلدي وعبد الكريم العبيدي وجاري البحث على الأزهر لونجو حاليا اللي هارب من قبضة القانون ولم يتم العثور عليه في مكان إقامته، وهو المؤسس الرئيسي للجهاز السري لحركة النهضة حسب المصادر. وهؤلاء القيادات من حركة النهضة تم تتبعهم قضائيا بسبب ملف تسفير الشباب إلى سوريا وبؤر التوتر وقبض آلاف المليارات من أجل هذا. وبالطبع البحث معاهم مازال جاري، وباش يتم محاسبة كل من يكشف عنه البحث فيما يتعلق بقضية تسفير الشباب إلى سوريا. الحمد لله إن قاعدين نشوفوا كل السلطات التونسية ولا تتحرك من أجل محاسبة كل وجوه الفساد في البلاد التونسية، وبإذن الله باش يتم تفتيت والكشف عن الجهاز السري كاملا لحركة النهضة، وباش يتم محاسبة العديد من الوجوه السياسية القديمة اللي عاثت فسادا في البلاد التونسية. في آخر الفيديو إن شاء الله ربي ظهر الحق، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.